وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف اتفاقات لدعم برنامج التخييم في القدس لهذا العام لفائدة 13 جمعية تضم ما مجموعه 3000 مستفيدة ومستفيد من أطفال القدس أعمارهم تتراوح ما بين 6 أعوام و16 سنة يتوزعون على 13 مخيما. المتابعة معك جليلة بن فتح. مبادرة بحمولة إنسانية تستهدف أطفال المقدسيين في عطلة الصيف، الأمر يتعلق ب3000 مستفيد تتراوح أعمارهم ما بين 6 و16 سنة. 13 جمعية ستساهم في إنجاح هذه المبادرة بعد توقيع وكالة بيت مال القدس للاتفاقات المتعلقة بدعم برنامج التقييم لهذا العام، ما يشكل وجها آخر من أوجه الدعم الذي ما فات أن يقدمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لنصرة القدس الشريف. في إطار برنامجها الاجتماعي لسنة 2022 وتحت الإشراف الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف برنامج مخيمات صيف 2022، حيث هم هذا المخيم مجمل الأحياء والمناطق في مدينة القدس الشريف. هذه المبادرة الطيبة التي تأتي في فصل الصيف وتخص فيها الأطفال المقدسين الذين يعانون من العديد من المشاكل النفسية والسلوكية والأكاديمية نتيجة الظروف المعيشية والمجتمعية التي نمر فيها، لكي نؤكد أننا لنا في القدس حياة وأننا شعب نحب الحياة ما استطعنا إليها سبيلا. من هنا تأتي هذه المبادرة والسخية والكريمة من وكالة بيت المال القدس. برنامج التخييم يشمل ورشات ترفيهية وتربوية ورياضية وكذا ألعاب الذكاء والألعاب الثلاثية الأبعاد، بينما تتولى الجمعيات التي وقع عليها الاختيار تأطير المخيمات وتأمين المشاركين وتعبئة الموارد البشرية المؤهلة لذلك. بحب أشكر وكالة بيت مال القدس على هذا الدعم، إنها بتساعدنا أن نساعد الأطفال، وإحنا جمعية مراكب بتتخصص في دعم البنات الصغار وأنها تساعدهم أن يكتشفوا مواهبهم وما يعيشوش في الكبت تبع المجتمع. هذا بيجي استكمالا لبرامج متعددة لدعم التنمية البشرية في القدس، لدعم الاقتصاد، لدعم التجار، فأيضا دعم الأطفال هذا بيكمل اللوحة كلها في مدينة القدس. كل الشكر والتقدير لوكالة بيت المال على هذا الجهد الكبير لدعم جزئي للمخيمات الصيفية خلال فترة الصيف في مدينة القدس. وكالة بيت مال القدس التي رصدت لهذا البرنامج ميزانية تقدر ب100,000 دولار تهدف إلى توفير بيئة صحية وفضاءات ملائمة للطفل المقدسي من خلال العديد من المخيمات بالقدس الشريف، مخيمات تسعى الوكالة إلى توسيع دائرتها لتشمل 10 المخيمات مستقبلاً.